النزول الكافي باب الخوف والرجاء. أبو حمزة الثمالي رضوان الله عليه عن الإمام السجاد عليه السلام يقول في ما مضى من الزمان واحد ركب السفينة مع أهله هو وزوجته. في الطريق تلاطمت الأمواج وانكسرت السفينة. بعضهم غرقوا كذا حتى زوج هذه المرأة زوجة هذا الرجل تعلقت بلوح من ألواح السفينة فرمتها الأمواج إلى جزيرة مأهولة بل إلى جزيرة مأهولة قامت تمشي بالجزيرة وإذا واحد بالجزيرة بل لم يدع لله محرما إلا انتهكه. لا ننسى هاي العبارة خلوها ببالكم. ما مخلي واحد كان يمازح يوم عيد فطر كان اللي شوي بالهلال شلون صار كان يقول كل معصية ارتكبنا إلا الصوم في يوم عيد الفطر. على كل حال لم يدع لله انتهك بلح محرما إلا انتهك. وإذا يشوف هاي المرأة واقفة على رأسه بعد بلا تعطيل بلا بلي مهلة أخذها وبلي بزور بجبر جلس منها مجلس الرجل من المرأة وإذا بالمرأة ترتعي مفاصلها لونها أصفر خائف. ها شبيك قلت أخاف إلى الآن عملتي هذه المعصية؟ قالت لا أخاف من ربي. قال أنت مؤمنة وما عملت هذا هيك تخافي؟ أولى بالخوف أنا يعني بهذه الصفة محرمات سرقة كذا بعد ما أذكر المحرمات هذا عموم شامل لم يدع لله محرما إلا انتهك. قال أنا أولى بالخوف من الله وأولى بالتوبة. قاموا يعني عزم على التوبة. قال أروح بالبيت أغير وضعي بعد أتوب لله. عزم على التوبة نفس العزم على التوبة كفى بالندم شنو توبتين. نفس هذا هي توبة. لا عزم أن يروح للبيت وبعد يترك فبالطريق راهب شافه إنسان قولوا له إنسان ليش بعضهم يذكرون مأخوذ من الأنس إنسان يشوف إنسان آخر مثله هو بيأنس معه. قاموا يمشيان معه هوا كان حار والشمس أذاهما حر الشمس. فهذا الراهب قال له أخويا أيها الشاب ادعوا الله عز وجل أن يبعث علينا سحابة حتى السحابة تظللنا من الشمس. قال أنا ويني وين هالمقام ما عندي لسان أن أطلب من الله شيء. عمري قضيت بالمعاصي. قال أخو أنا أدعو والراهب قال له وإنت تقول آمين. قال آمين مو صعب فيها. فدعا طلب من الله أن يبعث إليهما سحابة تظللهما والشاب التائب قال آمين. سحابة صدق إجتي وجعلت تظلل. على كل حال قاموا يمشون تحت ظل السحابة في ظل السحابة
إلى أن وصلوا مفرق طريقية، طريق الراهب منا، طريق الشاب طريق آخر. خب هسه السحابة على رأس من تجي، وإذا الراهب شاب السحابة إجتي راحت صوب الشاب. اتعجب مثلاً، ها قال أنا راهب وعبادة الله، لا الدعاء ببركة آمين هذا الشاب. نزلت السحابة، إجا للشاب قال له قل لي الصدق شنو قضيتك؟ قال له كيت وكيت، ترك المعصية وتاب، نوى التوبة، عزم على التوبة.